اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مسقط اليوم مع معالي السيدة هانكي بروينسلوت وزيرة الشؤون الخارجية في مملكة هولندا، وذلك بمناسبة اجتماع الدورة السابعة والعشرين للمجلس الوزاري الخليجي الاوروبي المشترك. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وتدارس سبل تنمية وتطوير التعاون المشترك لأفاق اشمل في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. اضافه الى مناقشه مستجدات الاوضاع الاقليميه والقضايا ذات الاهتمام المشترك